واحنا تفكيرنا راح عندك، تفكيرنا راح عند علي. علي التفكير راح عند علي. لفينا الدنيا كلها وهي اكثر واحده استبعدتها. ايش شوف الثقه في الناس، يا الله على الثقه في الناس. بس هي كان قصدها شريف. من عارفه ان قصدها شريف؟ هي هذه ما تعرف تلعب اصلا. بسيطه بسيطه. انا كنت متوقع فاطمه مش انت، بس هلا لما عم تحكي انت فاجأتيني. اخر ما تصورته يعني. شو؟ اخر ما تصورته حتى قاعد بتطلع عليك وعم تحكي معي، انت عم تطلع علي مش فاهم. بدي احكي لك اجين. ما عليه مش مشكلة، اللي سويته سويته، بس كان من المفروض من امس تقولنا مش اليوم عشان نقدر نتصرف. ضلت من امس لليوم ومش عارفين من اللي تكلم، وخايفين نخطي خطوة ويطلع لنا نفس الشخص هو اللي كان مصوت، والمخفي الشخص المخفي يطلع لنا ويوقف بطريقنا. ما عرفنا نركز، اما الحين بنحاول نعيد اوراقنا. حضرة المشتركين، الرجاء التوجه الى الغرفة الدائرية وأخذ مواقعكم حول الطاولة. مرحبا من جديد. للأسف ما زال الفشل نصيب كل محاولاتكم للوصول لقرار واحد بالإجماع. فاطمة، بغض النظر عن المحاولات المتواضعة اللي سويتيها، وقتك انتهى وجاء الوقت الآن لتغيير قائد المجموعة. علي، انت راح تكون القائد الجديد للمجموعه، واول مهمه لك هو انك تفتح باب النقاش بين المشتركين واداره الحوار بينهم. علي كقائد جديد ان شاء الله الله يوفقه في قياده الفريق. موضوع النقاش راح يكون الخصم المنافس على الجائزه. ما هي المواصفات الخاصه بالخصم؟ الخصم المثالي برأي كل واحد فيكم، هل تفضلون أن يكون منافس قوي أو يكون منافس ضعيف وما يشكل خطر على وصولكم للجائزة؟ إذا كان هذا المنافس خارج إطار المنافسة، ما هي المواصفات اللي لازم تتوفر في أي من المشاركين اللي خارج المنافسة عشان يرجع من جديد إلى دائرة التسابق في رأي كل واحد فيكم؟ هل تفضلون يستحق الجائزة أو يكون خصم لدود، أو تفضلون يكون ضعيف لكن يساهم في وصولكم إلى الجائزة؟ ادلوا بآرائكم بصدق واطرحوا الفكرة للمناقشة، فكرة المنافس بشكلها المطلق دون تسمية أو تحديد هوية الشخص مدار النقاش. علي، تفضل دير الحوار في زاوية بعيدة عن الغرفة الدائرية. أشوفكم قريبا. حضرة المشتركين، رجاء إخلاء الغرفة الدائرية الآن. بنتكلم عن كل شخص نفسه بدون تسمية أسماء، ما نبي نسمي حد. كل واحد يشوف منو خصمه المناسب، شو هي مواصفاته. والله يا جماعة أنا خصمي واضح جدا، ماشي؟
واحد شخصيته قوية طماع وأناني، لازم أنتهج نفس أسلوبه حتى أقدر أتغلب عليه. وشكرا. لا 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 عاشو حنان روح. أنا ما شايفة حاليا أنه يعني عندي خصم معين و يعني وحاطة في بالي أني أتحدى. ما فيه لك خصم لدود هنين بيننا؟ لا. بلدي أنا بشوف أنه الخصم لازم يكون إنسان قوي، المفروض الشخصين اللي هن أكثر شخصين بيستحقوا هن اللي يوصلوا ويتحدوا بعض، مش شخص قوي وشخص ضعيف. يعني خصمك أنت إيه إن كيس أنا وصلت مفروض يكون قوي. نفسك أنت بسنت؟ أنا تقريبا نفس في وجهة نظر. إيه أنا نفس تقريبا مثل هيك قلت. إنه يبقى قوي جدا ويبقى صريح جدا وما يعرفش يكذب مثلا عشان يعرف يوصل لحاجة مثلا معينة في دماغه، بحيث تبقى المنافسة شريفة. صالح خصم اللي ليه هو اللي أقل أخطاء، يعني حتى الآن أقل أخطاء. حلو، رأي ممتاز جدا. حلو فاطمة، من واقع اللعبة من واقع الحياة اللي حين والظروف اللي احنا عايشينها حاليا، فبيكون خصمي واحد محتاج أكثر مني. سبحان الله، أكثر واحد محتاج. الله كلام عن كلام يفرق كثير. بوضاري بعوات معارضة. هذا بالمعارضة. قول يا أبو المعارضة، قول قول رأيك في خصمك. خصمي سالم خلاص. طيب خلاص خلنا نقول شغلة. قول. خصمي ينسى التفكير بالجائزة لأنه ما راح أخليه يوصل أو راح عزير وعزير ولا مين. يلا خصمك مين؟ خصمي أنا لازم يكون أقوى مني عشان يأخذ الجائزة، لازم يكون أحوج مني عشان يأخذ الجائزة، لازم يكون أصدق مني عشان يأخذ الجائزة، لازم يضحي أكثر مني عشان يأخذ الجائزة. أبدا ما يكون في أنانية ولا يفكر في الأنانية. هذا هو المفروض أن كل واحد فينا كذي. هذا هو الديلو. خصمك أنت لازم يكون فيه. كل واحد بس يحط في نفسه أنه يقول أنا الجائزة هاي مش لي، أنا بتنازل لفاطمة، أنا بتنازل لصالح، أنا بتنازل لبسن، لأمينة. ما يكون في قلبه طمع أو أنانية. والله بنوصل لقرار. والله أنت لو خوست من راسك شغلة الطمع هاي، والله العظيم والله لنوصل قرار ونغلب الجيم ونغلب أنفسنا. نفسك هاي تتغلب عليها أنت يا بلاري. أنت غلطتي وإحنا كفريق كامل مسامحينك على اللي أنت سويتيه. طبعا سامحينها. مسامحينها نهائيا. طبعا أكيد. أبدا ولا نفتح الموضوع. شخصيا أنا كثير ملتكم. باسنت ما نبغى نقول اعتبروها انها ما غلطت يا عمي، قاعده تلعب. سامحنا بس هي اصلا اني ما تريد تسامحنا. هو اهم شيء تسامح يا امينه. اهم شيء انا سامحك وانت تسامحني، بنوصل طريق صح. اي واحد فينا مثلا غلط كان غلطته مش كانت مقصوده اصلا. مفيش حد زعلان من حد، بس كل واحد نفسه في الجائزه دي حاجه ودي حاجه. لو ما في حد زعلان من حد هنا كنا احنا اتخذنا قرارنا من 4-5 ايام. احنا سامحنا بس لكن بس مو قادر اسامح. ايه وانتوا انا عملت ايه فيكم عشان تسامحوني؟ انا ما عملتش حاجه فيكم. مهما اللي حصل يعني انا ما عملتش حاجه فيكم عشان تسامحوني. في حاجه انتوا لازم تفهموها ماشي. انا ما عملتش اي حاجه فيكم عشان تسامحوني. يعني انا ما غلطتش لحد عشان انا منتظره منكم ان انتوا تسامحوني، وانتوا صراحه ما عملتوش حاجه فيا عشان انا اسامحكم برده. يعني هي دائما مصره ان هي ما غلطت باحد رغم كل اللي تعمل، هي شايفه نفسها ان هي ما سوت شيء. فهذا بصراحه يعني حاسه هي مو من النوع اللي من مو من النوع اللي قلبه يصفر بسرعه. يعني انا دلوقتي شايفه ان انا علي هو اللي يستحق ده. انا غلط لازم امشي مع وجهه نظر الجميع. القرار بالاجماع ده مش بالاجبار. كنا حابين النرفزه هاي ما بين اميره وما بين بسنت وما بين فاطمه ما بين كمان فاليري اللي كانت حايله شو بدها تعمل، فكان حلو المنظر يعني من بعيد وحبيته. لحظه ليش ما تصوت لسالم؟ حد عنده مانع انه يصوت؟ سالم مش عايز حد يصوت. هو قال كده. لا هو قال صوتولي. اوكي مخرج هيدا مخرج. لا هو مش حيقبل بحدا.